الصبحيات وصلنا بالخبر ديال 12 وفاة في مدينة قصر الكبير، وهذا يأسفنا أعزائنا واحد العائلة ديالهم. كنشكر السيد الولي الآن بالتنسيق مع السيد الوكيل العام باش تتم المعاينة انتقال الطبيب إلى عين المكان باش بلا ما نهزوك الوفيات ونجيبهم حتى لطنجة. هذا يزيد عيب على الأسر وعلينا حنا. وكذلك كان النادي على المؤسسات والشركاء اللي عندنا الآن ثلاثة ديال المؤسسات أو ثلاثة المرافق اللي عيتمنا في قصر كبير، مرفق واحد وزارة الصحة اللي هو جناح خاص لمرض نفساني أمراض نفسانية، وعندنا مؤسسة محمد الخامس للتضامن جوج ديال المرافق، واحد ديال الإدمان اللي يتم معالجة ديال هؤلاء مثل هؤلاء، وواحد كذلك ديال المشردين اللي هو حتى هو عندنا من المخططات اللي خصنا يكون في قصر كبير باش يمكننا نقضوا على الظواهر ونديروا واحد السباقية من أجل معالجة ديال هذه الإشكالات اللي المدينة كتعرف واحد العدد المشردين واحد العدد ديال الحماق واحد العدد ديال اذا هاد الدوائر بغينا نحاولوا كيفاش نتصدوا لها كمجلس الجماعي وباقي الشركاء اللي معنا. والحمد لله جميع المؤسسات طات الاستعداد ديالها، قريبا غادي يبدا العمل في التنزيل ديال هاد المرافق ومن جديد التسخين. هاد الصحاب اللي كيديروا هاد الجهات هذا مشكل، حتى ما غادي يتم التشخيص ديالو والتحديد ديالو بعد البحث وتعميق البحث من طرف النيابه العامه مع الامن والسلطات المعنيه. قالوا على انهم تم الان القبض على واحد الشخص، من بعد هذا ديروا معاه البحث واش هو او شيء ايادي اخرى، هذا باقي البحث جاري. والمتهم باري حتى تثبت الادانه ديالو. احنا هذا الشيء كنطلبوا من السلطات ومن الامن باش يتم التصدي لهؤلاء الناس اللي كيتعاطون هذه الاشكالات اللي كتسجل على الانحراف وعلى هذه الظواهر القبيحه. نعم انا قلت يتم التصدي، يعني دخل في مراقبه ودخل مواكبه ودخل بالحرس على السلامه ديال هؤلاء، وكذلك التقليص من هذا الادمان وهذا التعاطي الاشياء القبيحه. دابا الان وصلوا 12 مرشحه باش يوصلوا 14. الاغلبيه شباب، الاغلبيه شباب، الاغلبيه مشرد، يعني كيتعطون هالاشياء المحرمه اللي هي وشكرا.